نتكلم في ثلاثة توبك مهمة جدا في الماركتينج، في الكاستمر دريفن ماركتينج استراتيجي، اللي هو التسويق الموجه بالعملاء. دايما يقول لك التسويق يوجه بالعملاء وليس العكس. يعني لما نشتغل 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 مع الكاستمر، تمام؟ هنشتغل على ثلاث اشياء. اول حاجه اتكلمنا على الماركت سيجمنتيشن، تقسيم السوق. بعد ما نخلص تقسيم السوق هنتكلم على التارجتنج وهنتكلم على البوزيشننج بعدين. شوف يا جماعه، لا حد يرضى بدون الجوده مقابل. خلينا نكون واقعيين. تقدر تشتري ثلاجه مكسره، تقدر تشتري خربان، تقدر تشتري سياره خربان. انت لازم تتعامل مع العملاء بهذا المنطق. الديفرنشيشن عنده، شوف الديفرنشيشن ماركت اوفرينج، ما تقدمه تكريت انك تخلق سوبيريور كاستمر فاليو، تخلق القيمه للعميل. انت تقرر كيف تقدم المنتج، انت تبغى تقرر كيف تقدم الخدمه، انت تبغى تقرر بكل التفاصيل. لما يجي العميل من باب المعرض لغايه ما يدخل عندك ويشتري، ايش يشوف وايش تقدم له وكيف يتعايش معه. عامل اختيارات صح وعامل بوزيشننج، ولذلك هو ذا توب اوف ذا مايند اوف ذا كاستمر. سمعه حلوه بوزيشننج، انما السمعه زفته والاداء غلطه واحنا مش عارفين نبيع. اي ايش انا نفسي افهم يا اخي، شو تبي؟ يعني شركه لما تقول لك والله يا اخي احنا عارفين نبيع، يا اخي والله ايش حي تكسب؟ كيان طويل العرض ما عارفين تبيع. ما انت ما فيش اسمه تعرف، ما تعرف انت ما تعرف الشغل، اطلع السوق. انت لانك شغال غلط. اولا لا انت عامل سيجمنتيشن صح. لا انت مستهدف السوق حقك الصح. ولا انت عامل ديفرنشيشن مظبوط وعامل ميزه تنافسيه غيرك بيشوفها انت زي مليون واحد. ايش اللي قدمته زياده؟ ولا شيء. طب اشتري منك ليه؟ انت عارف لما تكون متشابه في المزايا ايش الفيصل؟ السعر. والعميل لما يفكر في السعر تبقى مصيبه. انت تبغى تحيد السعر وترفع من مستوى ايه؟ الخدمه، مستوى المنتج، تغير في الباكجينج. انت تبذل جهد شويه بفكر وفن كيف تحسن الخدمه حقتك والمنتج حقتك عشان تعمل. يا اخي لا حد يقول، يا اخي انا مستغرب واحد يقول لكم هم كلهم شغالين كده، يعني ناس تعبانه بدون ما تديكش مع تعبانين. مش عارف هم كلهم شغالين كده. طب اهو كرافت مش كان الاول في الماركت؟ مين دحين كيف بكيت في المراعي؟ طب ليه المراعي ما قال لك ما نمشي زي التانيين؟ لا عمل ديفرنشيشن واشتغل صح وعمل علب والله يا جماعه ظبطوا شغلها، تمام؟ عمل ديفرنشيشن، عمل سيجمنتيشن، عمل تارجتد ماركت للحليب ومنتجاتها، عمل ديفرنشيشن، عمل جوده، وعمل واشتغل في القشطه، جرب نوع صنفه وركز على سله المنتجات اللي عنده كيف تجيب له فلوس، وركز على البوزيشننج هذا. اوفرينج ذا مايند اوف ذا تارجت اوف ذا كاستمر في عقل العميل. طبعا اوقات تروح تتفرج. انتوا ناس حقهم ماركتنج لازم تنزل وتشوف بعينك كيف الناس تشتغل. وبعدين يعمل بوزيشننج واللي هو في تارجت. لو انا عملت هذه الفاليو بوزيشن وهذه الكاستمر كريت، الاثنين يصبوا هنا في الكرييتنج ذا فاليو فور تارجتد كاستمرز. اذا نرجع للسؤال، كيف نخلق القيمه للعميل؟ نخلق القيمه للعميل باربع اشياء. اولا نحدد من هو العميل، من هو تسيرف، انت مين؟ تمام؟ السيجمنتيشن حقك صح، والتسعير الفور بيز تكلمنا عنها، تارجت عندك مظبوط، ندخل على الفاليو بروبوزيشن يو هاف تو ديسايد ايش الديفرنشيشن وايش هو اللي انت تبغاه، يعني ايش تبغى الناس يقولوا عنك؟ هذا مره مهمه. يخلي ماكدونالدز اختيار رقم واحد في الفاست فود بزنس؟ موفر كل شيء. البوزيشن حقه وعامل ديفرنشيشن صح وعامل سيجمنتيشن صح تارجت ماركت وتارجت ماركت مظبوط. طب من هو عميل ماكدونالدز؟ كل الفئات. لا مش كل، هو محدد الفئات اللي تبغى تاكل وجبه سريعه فاست فود ريستورانت. يعني انت ما انت فاضي تروح تقعد وتبغى ساندويتش سريع ماكدونالدز ات از ذا تارجت. اللي ما عنده وقت. مقسوم المنتج يعني. ما مقسوم السوق دي وجهه نظر. ما نقدر تقول وبدليل انه هو يروح يشغل. بيركز على ثلاث اشياء. الطعم، السرعة وايه كمان؟ والكونسيستنت، الاداء المنتظر، الكواليتي. كل مرة تلاقي نفس الخدمة، نفس المنتج، نفس البرودكت، نفس الشكل. والبرايس. نفس السنة، كل شيء
انت تعرف من يوم عرفت ماكدونالدز لغايه اليوم شفته يوم غير، بدل ما قدم لك اياها حفاضه قدم لك اياها في ورقه جيلايت ما عمره اتصل. في عمره يوم غير؟ في عمره يوم شي غير اتجاهه؟ في عمره غير المنيو؟ ابدا كونسيستنت. هذه مره مهمه كونسيستنس. انت في المانجمنت عندك كونسيستنت، ده انت كل يوم على شكل يا راجل. ده احنا فاهمين لك. وبعدين ما تستقر على وضع تتغير الاداره تغير كل حاجه. والعميل يقول لك يا عمي اداره دي التعبانه دي والله العظيم كل يوم ناس جدد وكل يوم اشكال جديده، دي مشكله. اذا انا عايز الماس ماركت هذا، بعدين يجي عندي الجيوغرافيك والديموغرافيك، يدخل في اللايف ستايل، في الجندر، في الدخل، في اللوكيشن، يهمنا تمام. بعدين شوف من الكبير ننزل للصغير، بعدين نتكلم على السايكوغرافيك، بعدين نتكلم على ال مش عارف تظلم انما اه جاء نتكلم على الفاليو، اللايف ستايل، البيرسوناليتي، بعدين ندخل على البيهيفير، براند لويالتي، بعدين نخش على التارجت ماركت. شوف 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 انا اوريك قد ايه عشان نوصل للتارجت ماركت الاخير، شوف قد ايش قاعد. شوف الشغل قد ايه يتعمل. تنزل من المس ماركت للتارجت ماركت، تبغى تعرف مين هم الجندر، مين هم رجل ام امراه، مين هم، ايه دخلهم، ايه اللوكيشن تبعهم، ايش الستايل تبعهم. الناس اللي بتشتغل في الماركتينج بتشتغل غلط. في ناس فاهمه التسويق فهلوه. التسويق مش فهلوه، التسويق علم. يا جماعه علم يتدرس. وكان عاملين تسويق، ما والله ما فاهمين حاجه، سواء عملنا حمله اعلانيه بس والله ما جابت النتيجه اللي هو التسويق. انت المفروض ما تسوي حمله اعلانيه، انت غلطان تسوي حمله اعلانيه. بدل ما تسوي حمله اعلانيه في 100 حاجه وحاجه انت سويتها قبل تسوي حمله اعلانيه. انت اختبرت اسم الماركت، عملت 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 ما عملت ولا حاجه في الحمله الاعلانيه.